ذكريات حلوه اكيد لما بتسترجع ذكريات كده. اول مباراه ليك مع النادي الاهلي ما تقدرش تنساها طبعا. لا طبعا، ما هو اصل اول مباراه دي يعني كانت يعني برهان او اثبات ليا ان انا في النادي الاهلي بقى. والناس كلها يعني حتى في كفر الشيخ قال لك هيروح النادي الاهلي يا عم، هيروح يعمل ايه؟ ده هناك نجوم وهناك عمالقه وهناك وهناك وهناك. فطبعا دي كانت بالنسبه لي كان يعني انا كنت بحدث نفسي دايما حتى في البدايه وانا رايح التمرين، طب انا هلعب في وسط الناس دي ولا مش هلعب؟ طب لو انا مش هلعب ما خلاص ما امشي من دلوقتي. لكن انا كان عندي اصرار وعزيمه كبيره جدا ان انا ابقى نجم في وسط هذه النجوم. فلما اتغير الحمل وبقيت الامور بقت معايا احمال التدريب صعبه وبتاع وكده وتاقلمت، وبعد كده بقى عندي استعداد ان انا العب في اي وقت. وجاء الوقت اللي في اول مباراه فرصه هتحط ومحطوط انا احتياطي وجاي من بيتنا محطوط احتياطي لان احتياطي لخط الوسط. فيوميها الصبح كان مصطفى عبده جه وكلم هيديكوتي وقال له انا عندي شد رجليا شده، انا قمت من النوم لقيت رجليا شده. فلقيت هيديكوتي واحنا طبعا انت عارف اوضه اللبس بتاعتنا في النادي باول ما بنيجي بنحط الشنطه في اوضه اللبس بنتوكل على الله على المطعم عشان نتغدى ونيجي يبقى في محاضره وناخد الاتوبيس ونطلع على الاستاد. كنا بنتغدى الساعه 11 وبنلعب الساعه 3، وكان الاتوبيس بياخدنا من وسط البلد كده على الحسين، وعند الحسين نقرا الفاتحه كان زمان ما فيش معسكرات. لا ما فيش معسكرات، ما فيش كلام من ده. احنا كان في شيء من المسؤوليه في جوانا كل واحد متربي عليها، والنادي الاهلي بيربينا على هذا على هذه المسؤوليه. فطبعا فقال له انا عندي شد ومش هقدر العب. فلقيت هيديكوتي وانا بحط الشنطه في اوضه اللبس مشي معايا من اوضه اللبس لغايه المطعم. قال لي انت النهارده العب وينج رايت. فبصيت له كده، انا كنت راس حربه وديتني نص ملعب وبعدين النهارده هلعب وينج رايت وعمري ما لعبت وينج رايت في حياتي. فطبعا قلت له ماشي العب. فقعد يفهمني على واجبات مركزي بقى، انا هعمل ايه ولما هاجم هبقى فين، لما دافع هبقى فين، والكلام ده كله. المهم ان لعبت المباراه، كان مصطفى عبده قاعد بره مع الاحتياطي بره، بس مش احتياطي كان قاعد بلبسه طبعا لان هو ما ينفعش انه يقعد بره احتياطي يعني. فعملت احسن ماتش في حياتي يا اسامه، احسن ماتش في حياتي عملته وعملت وينج رايت كما الكتاب بيقول. حطيت جول كسبنا 3، حطيت جول والخطيب حط جولين، وده المباراة اللي بدأت تعلم مع الجمهور فيها. الجرايد كتبت طبعا مولد نجم جديد للنادي الأهلي محمد عامر وبتاع وكلام من ده. بس أنا عايز أقول لك بقى في حتة هنا أنا دايما أقولها عشان الناس تتعلم الإصرار وتتعلم إن هي يبقى فيه دايما الغيرة بيننا وبين بعض تبقى إيجابية مش سلبية، مش غيرة وحقد على كل واحد في مكانه. أنا لما لعبت مكان مصطفى عبده كان قاعد بره احتياطي طار الشيخ وصفا طب حليم، شوف طار الشيخ وصفا طب حليم كبار وقاعدين بره، كان الدكه ما احنا عشان كده كنا بناخد دوري وكاس على طول من الدكه اللي بره اقوى من اللي جوه كمان. فقعدوا يقولوا له بس جالك اللي هيقعدك يا ابني مش عارف ايه، وقعد يشتموه مصطفى عبده. مصطفى عبده خد الكلام ده حطه جواه. السنه دي مصطفى عبده خد احسن لعيب في مصر بسبب ان انا نزلت لعبت مكانه. انا طبعا ما لعبتش مكانه تاني يعني بعد كده هو بقى ينزل في مكانه. لعب احسن موسم في حياته، خد احسن لعيب في مصر. فانا بقول شوف الغيره، غيره ايجابيه، غيران على نفسه عشان صالح نفسه عشان صالح الفريق وعشان عشان وعشان نفسه. وما جاش مثلا قال لك لا ده محمد عامر بيدعي على لا ده هو نزل أدى في الملعب بشكل أحسن من الأول عشان يحفظ مكانه. طيب وحضرتك بتقول دايما إن كانت الروح حلوة وطيبة ما بين الفريق كله، أكيد جوه أوضة اللبس في كواليس حلوة، في حكايات حلوة وفي حواديت حلوة، الدم خفيف، مين اللي كان دمه خفيف في الجيل بتاعكم بقى؟
والله صاحب المقالب وفي المعسكرات وفي المباريات والكلام ده. والله هو دايما كان مصطفى عبده دمه زي العسل. طب فكرنا بقى بالمواقف بتاعت الكابتن مصطفى. انا عايز اقول لك ان احنا كنا في سفريه مره في سفريات افريقيا ونزلنا ترانزيت في المغرب وكان اياميها كان جمال عبد الحميد لسه ما راحش الزمالك واشترى وش شكله وحش قوي يعني هو لابسه كده تخاف منه. فالمهم جينا كنا في ترانزيت وكنا في الفندق بحيث ان احنا هنروح كنا رايحين تقريبا رايحين اوغندا وكان دايما سفريات افريقيا لازم تنزل ترانزيت يا اما في كان فيها صعوبه زمان غير دلوقتي طياره خاصه دلوقتي فالمهم جمال عرفنا ان مصطفى عبده قاعد مع سابت البطل في الاوضه ولبس الوش ولبس تحتيه ملايه سودة كده ورحنا خبطنا على الباب ففتح سابت قال له فين مصطفى عبده فقال لي في الحمام هو فتح الحمام سايب الحمام مفتوح عليه وهو بيستحمى كان شايف خرم كده في البتاع ده هو كان مهيئ نفسه يعني كان متهيئ لانه يخاف كان بيبص على الخرم وكان طبعا عرفنا الكلام ده بعدين يعني انه ممكن يخش له تعبان وحاجه كده فهو واقف خايف طبيعي واقف ودخل جمال عليه وخبط على كتفه كده وبيبص ورا لقى الوش بتاع كان هيموت ساعتها احنا مشايل الوش بسرعه لانه كان صرخ بشكل كبير جدا. اوضه اللبس كمان كان فيها دايما عندنا اتنين النهارده ما فيش في دماغهم شعر مختار ومحسن صالح كابتن مختار كابتن محسن كان على طول كان ليكوا القصه زمان القصه الشعر الشعيره كان كبير بس انا احنا كنت انا مثلا ومحضور خطيب وشطه كنا بنعمل الكنيش ونهايش الشعر كده وخلاص لكن كان مختار ومحسن صالح دايما يعملوا بالسشوار وينعموه الشعر السايح الجميل بتاخد وقت قبل التمرين واحنا بنتمرن الصبح وبعد الظهر يعني هو بيعرق وبيستحمى مرتين في اليوم ويعمل شعره مرتين في اليوم لغايه شعرهم الاثنين موقع. كابتن محمد عامر يعني ما شاء الله يعني مسيره طويله مع الاهلي مسيره يعني مليئه بالبطولات كم بطوله مع النادي الاهلي يا كابتن محمد؟ انا خدت 7 دوري و6 كاس 7 دوري وستة كاس وخمس افريقيا ما شاء الله يعني اتنين خد احتفظنا بكاس افريقيا 3 سنوات اللي هو ابطال الكؤوس وخدنا درع ابطال الدوري سنتين البطوله الاغلى كده في تاريخ كابتن 82 اول بطوله دخلت النادي الاهلي يعني بعد بطوله الانجبير بتاع الاسماعيلي حوالي 73 او 72 حاجه كده هي بطوله 82 و82 كانت بطوله كان على فكره كان المدير الفني بتاعنا كابتن محمود الجوهري رحمه الله عليه يعني بطوله كنا خدناها بشكل يعني كان كابتن جوهري يعني بتخطيط منه احنا يعني اغلب البطوله دي خدناها في ال 25 دقيقه او نص ساعه الاولانيه من كل مباراه بس كانت افريقيا زمان يعني مختلف عن دلوقتي كان افريقيا صعوبه في السفر وفي التنقلات وفي المعيشه كمان اللي في البلد يسافروا فيها وكمان المواهب في افريقيا كانت اكتر من دلوقتي فقبل ما في عصر الاحتراف كنت كل فريق بتسافر تلعبه سواء في شمال افريقيا او في غانا او في اي بلد الاحتراف ما كانش موجود النهارده اي لعيب مش بيظهر انه لعيب كويس ولعيب فلته يروح اوروبا ده بيبدا من وهو عنده 15 سنه بيروح اوروبا يعني الاكاديميات بتاخد اللعيبه دي من بدري الصعوبات ايه اللي قابلتكم في البطوله دي فاكر لما سافرتوا مباراه النهائيه مباراه كوتوكو كان وقتها الطياره الحربيه كانت الطياره الخاصه وقتها كنا في اولا المطار كوماسي اللي احنا هننزل فيه مطار حربي ولازم تنزل فيه طياره حربيه ما ينفعش ننزل فيه طيران مدني لان الران واي بتاع طيارات حربيه فطبعا كلموا الرئاسه وكده والرئيس طلع لنا طياره حربيه تقريبا بيشيلوا منها الكبسوله اللي هي بتبقى موجوده عشان الجنود والحاجات دي كان فيها دكك قاعدين على دكك الطياره
الطيارة. وكان الطيارة يعني مجهزينها ل 32 فرد أو 35 فرد، الجهاز الفني واللعيبة والجهاز الإداري والطبي، ركب فيها حوالي 74 واحد. واحنا بنسترجع بقى ذكريات الطيارة الحربية، ونزلته في مطار كوماسي والطيارة شايلة حمولة زيادة وقتها، بقى تيجي نكمل الحوار بره واحنا بنتمشى يا كابتن محمد يلا شوية. يلا بينا.